اوكي. طب مبدئيا طبعا انت منورانا، ربنا يخليك. وانا قبل الحلقه على طول كانت نسرين بتكلمنا انا وايمان، بتقول لنا اصل جوز بنتي، فانا من حته من المنطقه دي، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. هيبقى ممكن اول سؤال عندي، روتينك اليومي لبشرتك؟ والله مش الاكل لا، وبيقول لها يا طنط جوز بنتي. بيقول لها يا طنط جوز بنتي. مين شفنا دلوقتي؟ انا بطلب منه يبطل يقول لي طنط، بس هيقول لي طنط ايه؟ مش عارفه، بس صعب طنط قوي يعني. لا ما شاء الله طبعا انا بهزر. فهرجع طبعا لموضوع الاكل ونتكلم في روتين البشره ده بعدين، ونبقى نشوف مع دكتور عاصم فرج اكيد في اسرار عندك. التعليم بتاعك للطبيخ زي ما قلت جه عن طريق السوشيال ميديا بالزبط. او الانترنت او كده، اكتر حاجه لما عملتيها او طلب منك بقى وتفوقتي فيها قوي كانت ايه؟ بصي، او الحمد لله كل حاجه حلوه قوي، بس في رمضان بالذات يعني انا الناس هناك وصلتني ان انا كرهت حاجه اسمها فراخ بانيه، بلح الشام، الحاجات العربي قوي بتاعتنا دي، بسبوسه. يعني ليه دي حلوه البسبوسه؟ كرهتي البسبوسه؟ انا ما باكلش حلو، فعلشان كده بعمله مش بحبه اصلا. بتعملي جورميه فود ولا اكل شرقي شرقي؟ لا لا، اكل شرقي شرقي، بس بعمل في جزء حلويات، بعمل حاجات شويه فرنساوي الناس بتطلبها يعني. لا قبل ما نبدا في الحلويات يعني، انت كنت بتعملي اكل لاصحابك بيعجبهم قوي؟ عزومات كتير. بنعمل عزومات كتير. تعلمي نفسك اونلاين، امتى فكرتي يبقى مشروع؟ لما ولادي خلاص يعني، ولادي خلاص دخلوا الجامعه واتخرجوا، يعني انا عندي اول اثنين اتخرجوا، الثالثه يعني فاضل لها سنه، والاخيره دي في جراد 11 لسه شويه يعني. فخلص في وقت طويل وفي فراغ كبير قوي، فلا خلاص اخذت قرار خلينا نجرب. بعدين صحابي كمان كانوا بيشجعوني قوي، اللي هو لا حرام يعني، في موهبه ما تضيعيهاش كده. فاخذت القرار بقى، وصدفه هي جا كده، عملت اول حاجه والناس عجبتهم قوي، وبدا بقى الطلبات والموضوع يعني الحمد لله. يعني بقى اسمي في هاليفاكس اشهر اسم الحمد لله يعني. ما شاء الله. طيب بصي بقى يا نسرين، انا عايزه بس قبل الصور اسالها سؤال دلوقتي، لانه في امهات بتبقى محتاره، تقول لك انا البنت اعلمها الطبيخ من وهي لسه صغيره فتكبر تكون بتعرف تطبخ، لان ده من مسوغات الجواز يعني من وجهه نظرها، ولا هي كده كده لما تتحط قدام امر واقع هتعلم نفسها، وخصوصا العمليه بقت سهله دلوقتي؟ لا بصي، انا بنيتي. انت عملتي ايه مع بناتك؟ انا بناتي، لا بناتي كانوا من اي تو زي معايا في المطبخ، يعني انا ما عنديش ستاف، ما عنديش اي حد، انا وبناتي بس. ما بحبش ادخل حد مطبخ. طب ودراستهم وجامعاتهم ومستقبلهم؟ بصي يعني كانوا عاملين بالانس بين الدراسه وبين ان هم يساعدوني. انا ما شاء الله يعني انا بناتي ربنا يحميهم يا رب، مطيعين قوي يعني، وبعدين شايفين ان انا حابه اللي انا بعمله، فعايزين يساعدوني باي طريقه. ازاي بقى؟ في اكيد في حد منهم مسك السوشيال ميديا، يعني شايفين الحاجه، يا ريت نشوفك بدل ما الناس تبقى مشتاقه تشوف شغلك. اللي اتجوزت أيوة. اهو ده شغلك، وبنتك الصغيره اسمها ايه؟ لانا هي اللي بتعمل فوتو سيشن او بتمسك السوشيال ميديا؟ لا ممكن. الكبيره هي اللي ماسكه السوشيال ميديا. نهال اخر واحده لانا هي بقى. يا روحي. ايوه جميل جدا. ده بط؟ بط. ده بط مش فاهم. طيب نسرين، نعم. ده ايه ده؟ جمبري صح؟ ما شاء الله الاكل حلو. انا عاوز